ايه الضمانات اللي تخلي الام مطمنه على طفلها في الحضانه، انها اكلت كويس، انها الدادات او بيسموهم ايه عندكم، نانيو داني الناني، الناني يعني يتعاملوا معاه كويس لما بيعيط مثلا، يعني ايه الضمانات اللي بتقدموها؟ هي الضمانات اللي انا عن نفسي بقدمها وانا كنت محتاجاها كأم، يكون في اداره جاده. الاداره الجاده دي هي اللي بتقدر تحمي طفلي، هي اللي بتقدر تراقب على الموظفين اللي موجودين داخل الحضانه. طبعا اي ام تعاملها المباشر والاول بيبقى مع الاداره اللي موجوده. في كاميرات ولا لا؟ يعني الكاميرات دي كانت بالنسبه لي شيء مهم جدا، علشان البني ادم ما بيحس انه متراقب اوتوماتيك هيمشي عادل. هيمشي كويس. بالظبط كده. موضوع الاكل، انا ما بدخل الحضانه وابتدي اسال شويه اسئله كده وتفاصيل، بيبان انه هم بياكلوا. لا والله انا ما باكلش، انا اكلت. لا، هو المفروض انه يبقى فيه شفافيه. والله ابنك عيط النهارده، لان هو طبيعي اول يوم حضانه هيعيط اكيد. يعني والله الطفل ما اكلش النهارده، مش ما هو عادي ممكن ما ياكلش. فهي الفكره انه الكذب بيبان والام بتكتشفه. مش هقدر اقول ان في ضمانات 100%، اللي هو ما فيش مكان. يعني لو اللي عايز يغش بيعرف بغش. يخدع وبيعرف يغش. هي ما فيش ضمانات، غير ان انا اما يبقى في كاميرا مثلا اقدر الام لو شكت في حاجه، او حصل مثلا انه ابني وقع والحضانه او الاداره ما ادتنيش رد، شغلوا لي الكاميرا. ساعتها هيبقى في فيصل وفي شاهد وفي جهات لازم تكون موجوده. انا واحده من الناس، الجهه دي بتحميني. يعني الشؤون مش بس هي بعبع بيخوفني، لا، انا شايفه ان الشؤون الاجتماعيه المسؤوله عن التفتيش بتحميني انه انا ماشيه كويس، انا ما عنديش شكاوي كتيره بتجيلي. مفهوم.